çak bir kibrit rolunu ver, ver ateşe. Omuzun da hayatın yükü, yüzünü dön, dön güneşe. Güneşe bir el ateş ettik, bilmedik, kendimize yönettik. Ayakkabımız yırtıktı ama dikenli yolları koşarak geçtik. Eski neşe, bile bile daldık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Nerede bizdeki eski neşe, bile bile daldık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Öpüp koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sende. Yanımda kalmadın mı? Öpüp koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sende. يا شيخ، أنا بعرف إنك جوا، افتح الباب بدي أحكي معك بموضوع مهم. شوفي فكري خير. شيخنا، أنا جاي لعندك لحتى استشيرك بشغلة. ما ضل عندي نصايح أقدم لك إياها يا فكري، لا تأخرني، أنا رايح على الجامعة. يا شيخنا استنى شوي، بس شوي دخيلك، اسمعني لحظة. ليك، على فرض إنه الإنسان اللي قدامك رح يموت وبده بآخر دقيقة يسدد هدف لحتى يحقق التعادل، شو لازم يساوي؟ روح من وشي فكري، امشي على شغلك. طيب طول بالك، طول بالك، دقيقة واحدة راح أحكي لك كل شيء. أنا احتمال موت بعد فترة قصيرة كتير، بدي أعرف شو لازم أعمل لحتى أحسن علاقتي بربنا بهالكم يوم اللي بقيانين لي. فكري، روح لعند أولادك وطلب منهم يسامحوك، بركي هالشي بيفيدك شوي. عن جد؟ ايه قول هيك من الاول. يعطيك العافية. الله يعافيك يا ابني، شو بتحب اعطيك؟ نقي، شو النوع يلي بدك اياه؟ بدي اخذ هي كلها. كلها؟ والله هالبنت محظوظة. أنا اللي محظوظ فيها. يا ريتها محظوظة. تفضلي بكفي؟ ايه طبعا، الله يبارك لك ويرزقك يا ابني. شكرا، يعطيك العافية. الله يعافيك. ليش ما اجيتوا امبارح؟ والله محظوظ. والله كان الوقت ما نرجع تعبان. شو الحظ؟ شد لي حالك شوي. حدا بيطولني بعشرة. واحد ما عاد ينزل معك ابدا. لعمة كمان هي واحد. بتعرف تلعب ابدا؟ ما لقيت تشوفوني غير ما. شو هالشغلة؟ كله واحد 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 واحد. شو هالحظ هاد؟ كمان هي واحد. حدا بيلعب. شبك فكري؟ ها؟ طمني، انت منيح؟ لا مو منيح. شو في خير؟ فعلا ما في شيء بدون. لازم نعرف قيمة كل لحظة بحياتنا. والحياة طلعت قصيرة كتير. ما فهمت. يوسف، اثنين شاي. بترجاك سامحني مرتضى، بس اعطيني بيرة بالاول. ما في بيرة. عن جد مو معقول، حتى وانا عم موت ما بدك تعطيني؟ ايه؟ لك الله يلعن هالعيشة، اضرب انا وحظي. اخ لك تخيلي عم يقلي تزوجي بالقميص والبنطلون الجينز، معقول توصل معه لهالدرجة؟ ما بعرف، بس انت ما لازم تقبلي. شوف كانه اختنا هو. شو كيف كان يومكم؟ منيح.
أكلت أكلاتك؟ إيه أكلتهم. برافو عليك وما وسخت ثيابك. لميس خير، ليش جاي على المدرسة؟ بيكون هاد عامل له شي عملة. شو عملت هالمرة؟ أقول لا مو هيك، بس أنا بدي أخذهم على الحديقة. آه والله شي ظريف، حابة تقضي وقت معهم؟ إيه. وين المشكلة بالموضوع؟ ما في أي مشكلة. يلا سلام. ماشي أنا رايح. أو كنت تأخروا كتير المساء. منحاول ما بوعدك. والله فكرة حلوة إن تأخذون على الحديقة، يا ريت كل يوم. امشوا قدامنا مشان نشوف. ما عندنا ولاد صغار. عم أهلك. يلا عصمت يلا. عم أهلك لا تركض. حابة أخذ رأيك بموضوع، شو رأيك نعمل العرس برا ولا بصالة مسكرة؟ طيب أنتوا ليش ما بتعملوه بالقهوة عند مرتضى؟ بظن هذا أحسن خيار. أي ممكن يعني مو غلط، أساساً مو حلوة نعملها عند حدا غيره. قلتك بيجيني ذهب كتير؟ ما بعرف، أمي عم تقلي كلهم رح يهدوني. أي إن شاء الله. أنا آسفة بس ما تكوني مليتي من حكي عن العرس. لا شو هالحكي، معقول؟ تعالي تشيني أنا كمان. سكوت على شو عم تطلعي؟ سكوت وينه هذا لهلا؟ أنتي أكيد اشتقتي لبدر مو هيك؟ لك هذا شو جاب سيرته هلا؟ والله ما بعرف، بس لقيت حالي ما عم بحكي غير عن الفستان والعرس، قلت بشوف أنتو شو وضعكم. وضع شو؟ تلاقي ما ضل شي بيني وبينه. لميس رح تجنيني. ها شبكي بالزور لتطلع منك الكلمة، ليش عم تقطري لي اياهم تقطير؟ مع إنه أنا بخبرك كل شي بيصير معي. بس ما صار معي شي مهم لحتى أقوله. سكري على الموضوع. إيه بدر؟ آه بدر؟ شو عم تعمل هون؟ مو أنت اللي طلبتي مني؟ كيف يعني؟ بس أنا ما حكيت معك. بس لميس أنت اللي بعتي لي هاي الرسالة، هاي مو منك؟ قديشك محتالة، أنت مو معقولة عن جد. كيف وصلت على تليفوني؟ أنا رح روح شوف الأولاد. ليلاس اللي بعتت لك الرسالة، بجوز حبيت تعملي مفاجأة لهيك بعتتها. فهمت. نقعد شوي. آه تفضلي. هذا شو؟ شوية ورد. ما بدي. ما فيني هز بسرعة. يلا خليني قوم. شو رأيك اقعد وانت تفتشني؟ انت منيحة؟ منيحة. لساتك زعلانة مني؟ لميس انا كذبت عليكي واعترفت بغلطي. انا غلطت وما في انسان بالحياة ما بيغلط، وعم قلك الحقيقة. وليش لحتى تكذب؟ طردك من الشغل ما له عيب. شو يعني أنا ما طردوني من قبل؟ إيه بس بالنهاية أنا ما بعرفك وما بعرف إذا الموضوع عندك مهم، خفت إنه تنزعجي أو تأخدي على خاطرك إذا عرفتي. معقول أنت ما بتعرف أنا كيف بشوف الأمور؟ أصلاً أول شغلة اكتشفت فيك إنك واحد بتكذب. أنا كذبت واعترفت لك واعتذرت منك، القصة صارت وخلص، لا تكبري الموضوع. أنا عم كبر الموضوع. إيه؟ رح خبرك شغلة. مسك إيدي. لما ماما تركت البيت وراحت، قالت إنها رايحة تقعد عند أهلها أسبوع وترجع. بس الأسبوع مرق وماما ما رجعت ابنها، وقتها فهمت إنها ما عاد رح ترجع. لو قالت الحقيقة ما كنت رح أزعل كل هالقد، مع إنه عصمت كان صغير. لهيك أنا كتير بكره الكذب، ومستحيل أغفر ولا أي نوع من أنواع الكذب. لهيك اوعك تقلي هي كذبة بيضة وهي كذبة سودة، لأنه هذا كله كذب بالآخر، وأنا مستحيل أغفر. عم تفهم؟ عم أفهم. شو تصالحتوا؟ لك معقول تزعلها؟ بكرة بيطلع لها تجاعيد بوشها. أوف شان الله حلي عني أنت تانية. ايه تعي لا تعصبي. عصمة تعمل وانتي لنروح على البيت منتحاسب. لميس انا كان قصدي. لا تحكي شي بنوب، روحي قدامي. بالمناسبه بدي اعزمك على عرسنا، اكيد رح تجي، مرتضى رح ينبسط كتير. عن جد رح تتزوجوا؟ اي بس اكيد رح تجي مو؟
طبعا طبعا اكيد بيجي. انا هلا رايح على مقابله شغل وما فيني اخذ هدول. ايه وشو بعمل لك؟ كبهم بزباله. لك انت لميس انا جبتهم لإلك. بس انا ما بحب الورد. معقول؟ ايه ولا عاد تعذب حالك مره تانية. يلا لميس هلا اجينا، ليش بدنا نمشي؟ طيب ماشي استنيني. يلا لميس بتخبرك بالموعد. ماشي بشوفك بدر. انت اخرتني كتير. شو بصير اذا تاخرت شوي؟ ما انت قاعد هون ليل نهار. هاد عم يجي دائما؟ ايه والله صاير عم يجي. وشو صاير لايده؟ وانا كيف بدي اعرف شو صار له؟ يلا روح انت هلا. ماشي يلا بشوفك. واقف لشوف، واقف عندها. شوفي انت اللي بدك تقلي شوفي. حك ما تشوفي ولا شيء اخي. انت روح. انت وين كنت هلا؟ ليش تاخرت كل هالقد؟ كلهم 10 دقايق، ما قدرت اطلع من المدرسة، شو اعمل لها؟ حكمت، انت صاير عم تزعجني كتير باخر كم يوم. بالاول ايدي وبعدين سرقت مصاري، شو بدك تعمل لسه؟ لك فهمني هاد شو عم بيقول؟ انت يا اخو لحكمت مو هيك؟ لا تكون انت ويانا وين تسرقوا المحل. شو هاد اللي عم تحكي انت؟ ليك رح حط كاميرا مراقبة ورح تبين كل وساختكم واحدة ورا الثانية. شو عم يحكي هذا الزلمة؟ قل لي أخي. ما عم يحكي شي، روح. والله ما عم يحكي شي. لك شبك أنت؟ عم بيقول لك بوشك أنه أنت عم تسرقه. أخي روح فورا. يلا أخي روق بس شوي. أخي عاصم بدي أقول لك أنا ما أخذت أي شي من مصاريك. لك لساتك عم تشرح له لهاد؟ روح قدامي. أخي يلا بس روق شوي مشان الله. روق عم أقول لك. يلا فوت على شغلك. خلص روح أنا بشوفك المساء. أوه يا سلام. رح أخفقهم. شيماء خانو، شيماء خانم افتحي. شو قصتها شيماء خانم؟ فكري بيك. شيماء فكري بيك، اكيد صار معه شيء. شيماء خانم افتحي الباب. فكري بيك تفضل فوت لجوا. شوفي شو اللي صاير معك. انا ماني منيح ابدا. بالمره مو منيح يا شيماء خانم، بالمره. شوفي ليكون هاشم. لا تخافي هاشم ما رح يطالعوا هلا، مستحيل يخلوا يطلع. لا تخافي. كيف؟ ما فهمت شيماء خانم. بصراحة أنا أجيت لهون مشان ودعك. جاي تودعني؟ كيف يعني؟ تعرفي هاي الأيام بتمر بسرعة وأنا حابب أقضي آخر أيامي مع أولادي. بدي لحق أشبع منهم قبل ما أموت. كيف يعني؟ أساساً أنت صار لك كم يوم مو على بعضك بالمرة. شو عم بيصير معك فكري بيك؟ شيماء خانم أنا رح روح. أنت رايح؟ لوين؟ بدك تتركني؟ شيماء خانم بترجاكي سامحيني، بترجاكي سامحيني. بسألي لوين؟ بدي أروح خلص. فكري بيك فكري بيك لوين رحت؟ يلا روحوا انتوا، انا رح فوت على بيتي. تعالي شربي قهوة. ما رح اقدر، امي ما رح تجي اليوم لعندي، ولهيك بدي جهز 10 رومانسي. صار لنا زمان ما قعدنا انا ومرتضى لحالنا. طيب ماشي، سهرة سعيدة. يلا سلام. يلا فوت. ماشي. يعني معقول تزد شنطتك هون بالممر؟ خدها حطها جوا. طيب رح حطها هون. ماشي. ليلاس فوتي استنيني بالغرفة، بدي أحكي معك. يلا روح فوت لجوا حبيبي. ايه ليلاس عم بسمعك.
بتعرفي انه الشيء اللي عملتيه غلط مو هيك؟ كيف بتفتحي موبايلي وبتبعتي رساله باسمي؟ قولي لي انت شو عم بيصير معك هالفتره؟ بس احكي معك تطلعي بعيوني. كيف بتحكي مع بدر وبتحطي معه موعد من دون ما اعرف حتى؟ مشان هيك اصريتي نروح على الحديقه مو هيك؟ بس انا مو هيك ربيتك. وانت بتعرفي انه التليفون مو لنستخدمه بهيك شغلات سخيفه، انا اشتريته بس مشان الشغلات المهمه. ليلاس عم بحكي معك جاوبيني. انا سويت هيك مشانك. شو؟ سويت هيك مشانك يا اختي. بالله شو؟ لانه ما بتضحكي غير لما تشوفيه، بس تشوفيه بتصيري حدا مبسوط من كل قلبه. بس هذا مانو مبرر بنوب، وما بدي اسمع هذا الحكي مره تانية. ويكن يا اولادي، ويكن. بابا اجا. يا عمري انت كيفك يا حبيبي؟ اشتقت لك يا عمري. اهلين بابا. حبيبة قلبي تعي لبوسك يا روحي انت. يلا ليك وانا رجعت لكم وما عاد اترككم مره تانية، رح ضل هون وما عاد رح نفترق ابدا. ماشي؟ استنوا يا اولاد. تعالي حبيبة ابوها اكيد اشتقت له. تعي تعالي. انت بتعطي شي غير مشروب يعني؟ لا والله صار لي يومين ما شربت ولا شفه وحده، بس اليوم حابب نجتمع. هلا بس يجوا الشباب بنقعد كلنا سوا. اليوم نحن مع بعض، بس ما بتعرفي بكره يا بنتي ما حدا ضمنان يومه. تعالي تعالي. بابا بدك توعدني هالمره انك تضل هون معنا على طول. ايه يا بنتي انا ما عاد رح روح ورح ضل معكن على طول وما اترككن ابدا. تعالي تعالي. تعيني تعانا يا حبيباتي انتو. فكرت احمد شو كان اسمه؟ تعالي يا اشياء تعال لقلب ابوك. تعا يا بطل. انت شو اسمك؟ عصمت. ايه عصمت، انا سميتك اصلا ومتذكره. يلا تعالوا كلكم لعند ابوكم، جاي عبالي عنقكم كلكم. يلا يا روحي تعالوا لقلبي تعالوا. يلا تعي اعصابي مو متحمله هالمشاعر الجياشه. طيب يا قلبي روحي مو مشكله، روقي ولا يهمك. هاي وهي وهي. ارجع شوي لورا. مين صاحبهم؟ لهداك الزلمة النصاب ديمير أركان، عرفته؟ واو، معناتها هالسيارة الحلوة كمان إلو ما؟ ايه صحيح. ايه وغيرها؟ شوف هاي السيارة لزكي، عرفته لزكي؟ تمام، ورجيني غيرها. شوف هاي كمان، هاي لشريك زكي. حلو. لعند أي واحد منهم بدنا نروح بكرة؟ كلياتهم. كيف؟ الثلاثة سوا؟ باخد أنا وحدة وأنت وحدة وعلي وحدة. ماشي معلم، بس مو خطرة هيك ثلاث سيارات سوا؟ لأنه هذا آخر شغل. كيف؟ شو عم تقول؟ ليه؟ هذا اللي لازم يصير. رح أسكر الكراج وبعدين كل واحد منا بيروح بطريقه. بس ليش يا بدر؟ شغلنا ماشي منيح وعم نكسب مصاري كتير، وين رح نروح إذا سكرنا؟ شو رح نساوي؟ رح نفوت بشغل جديد يعني؟ أي مثلا، وليش لا؟ بدر شو عم تقول؟ طيب على القليلة قلي شو السبب؟ مو مشكلة رح قلك. قبل أنا ما كان عندي شيء أخسره، بس هلأ فيه. يلا اليوم المساء بنجتمع ومنسكر حساباتنا، مفهوم؟ لك مثل ما عم قلك أكيد رجع لحبيبته هديك. لك أنا برجع بحكي معك بعد شوي. أمي أهلين يا بنتي، كيف كان يومك؟ منيح يعني مثل العادة. أنت منيحة؟ إيه منيحة. تعالي خلينا نقعد شوي. والأرض؟ ترجعي بتمسحيها، ما رح تهرب الأرض يعني. ماما ممكن تهدي شوي؟ شو يلي صاير معك؟ ولا أي شيء. وين عمو فكري؟ راح. لوين راح؟ ما بعرف. راح.
لا تبكي أمي، هلأ بيرجع بعد شوي، بيكون عنده شي شغلة. لا ما عنده، هالمرة ودعني وبعدين راح. عن جد؟ دولاي حياتي، أهلا وسهلا. أهلين يا روحي. شو؟ في شي؟ شو بده يكون في؟ قلت خليني أعمل لك جو رومانسي مشان نحتفل اليوم بما أنه ماما مو عنا. شو كل هالحلا؟ عيونك الحلوين. شو طبختي؟ أكتر أكلة بتحبها، ساويت صينية كفتة مع بطاطا. يا سلام، لكان رح غسل وجهي. إيه؟ يعطيك العافية يا حبيبة قلبي انت. نهلين تيجوا نلعب؟ ايه نلعب. يلا ما عم بفهم شو يلي عم بيصير. من أول ما أجا وهو عم بيلعب مع لولا. تفرج عن جد غريبة. والله ما بعرف، بجوز وقع شي حجر على راسه. أختي الولاد رح يتعودوا هلأ عليه، هيك لهيك مزعوجة. قلتك بساوي مثل المرة الماضية لما تحدى الكلب القهوة وقال لهم أنا رح كون أحسن أب بالدنيا، وتقعد يومين هون بلا شرب وضل صحيان، وبعد فترة رجع راح وليلا سمعت سكتي. طيب أنا شو ساوي؟ شو بدك كان يساوي قدام الولاد؟ والله مزبوط، رايح على غرفتي ما بدي شوفه، هو قاعد هنا مبسوطي وأنا مقهور. ساو هيك العصافير، مو هيك بيساو العصافير لما بيرفرفوا بجناحهم هيك بيساو، ولما بينزلوا هيك بيساو، شايفين شلون هيك؟ أيوة. أهلين أهلين بالشباب. عود لشوي. أكيد جابر خبرك إنه آخر شغل بيننا رح يكون بكرة. إيه أعطاني خبر. حلو. اعتبروا هذا المبلغ البسيط شكر أو تعويض، وهدول وزعون على الشباب. بدر مو ملاحظ انك استعجلت بالقرار؟ خلينا نشتغل كمان، انت بتعرف قديش انا بحاجة مصاري. الكل بحاجة مصاري يا جابر، بس انا محتاج اكتر بكتير. لكان ليش ما بتبلش بشغل نظيف؟ الموضوع بسيط. انت بتعرف انه الشغل النظيف ما رح يعطيني مصاري بتكفي، يا اما منكفي بهالشغل يا اما يكمل. اخي يا اما شو؟ قول بدر يا اما شو؟ اهدى طول بالك. ليك جابر، هذا المكان رح يتسكر بكرة ورح نبيع كل شي هون، عم تفهموا؟ وبعد ما نبيع السيارات بتنتهي كل الأمور اللي بيني وبينكن، أوكي؟ جابر ماشي روح يلا خدوا مصرياتكن. والله رح اشتاق لكم كثير. يسلموا ايديكي، الاكل كثير طيب. صحة وهنا روحي. واخيرا والله اشتقت انه نكون لحالنا بالبيت. شو هالحكي هاد مرتضى؟
يعني امي قعدت عنا يومين بس ما قدرت تتحملها فورا داخل اك منها. تولاي ما تقوليني شيء انا ما قلته. ايه هلا ماشي انا بعرف امي كتير بتحكي اوقات واحيانا بيكون حكيها كتير تقيل بس بالنهايه هي معها حق. هي بدها يعني نتزوج مشان تطمن علينا. صرنا علكة بيتم اللي بيسوى واللي ما بيسوى، وأصلا نحنا شو ناطرين؟ خلينا نتزوج بسرعة ونخلص. يا حبيبي أنا مو بعيني لا عرس ولا أي شي غيره. أنا مو بعيني شي غيرك أنت. يعني أمي معها حق، المفروض نكتب كتابنا فورا ونسكتهم لكل هدول الناس. تولاي؟ ايه قلي. ما فينا نتزوج. نعم؟ ما فينا نتزوج لأنه أنا متزوج. وين ما رحت بلاقي أغراضهم من نتوره. الله يلعنك. تولاي 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 حكمة الكود. شوفي شو اللي صاير. الكود لحتى شو شو الموضوع؟ مرتضى عامل شي للبنت يعني؟ شان الله حلي عندي شو شايفتي؟ ركبت لهم كاميرا وعم راقبهم طول الوقت. شو قلتك لحتى تعمل ايه؟ تولاي لك ما عملتي لي شي بس انا بس بدي فهمك القصة. يا عم شو بدك تقول صاير؟ ما بدي اطلع كذاب قدامك بعدين. تولاي تولاي شان الله اهدي شوي. تولاي 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 اسمعيني اسمعيني شوي. تولاي شو قلت لها؟ شو اللي قلت لها يا شو اللي عم يصير؟ مرتضى جاوبني. تولاي بس اسمعيني مشان الله خليني اشرح لك. روح من وشي روح بقى. لمستيني من هون ما بدي ضل عنده. تعالي حبيبتي خلينا نروح على بيتنا. تعال يلا كل واحد يفوت على بيته. خلصت المسرحيه. يا لميس مشان الله روقيها. الله يلعن حظي زفت. الله ياخذك. ما عم افهم ليش ساوى هيك مع انه الشغل كان ماشي كتير منيح. وانا شو بيعرفني؟ شوفت عينك فجأة اجى على باله وينهي كل شيء. طيب خلينا نكفي انا وياك شو رأيك؟ شو هالحكي الفاضي؟ مين راح يشتري منا؟ كل الناس بيعرفوه لإله وبيوثقوا فيه. بس انت لا تاكل هم، انا بلاقي حل. كيف يعني؟ يعني الورشة ما راح تتسكر ابدا والشغل ما راح يوقف. انت بس اعطيني مهلة كم يوم. نحن لازمنا مصاري شلون ما كان ما بعرف بس لا تخاف وثق فيني. ليكي ليكي شو رح يعمل هلأ؟ حبيبتي خدي اشربي هي حطيت لك فيها ليمون مشان تروي اعصابك. يسلم. ما بيصير تعملي بحالك هيك وتزعلي كل هالقد. بلكي هالشي في خير من وراه. منيح اللي عرفتي هالشي على بكير مو بعدين. لك كيف بكير؟ شو نسيتي صار لنا 3 سنين عايشين مع بعض؟ مزبوط. انتي كنتي بتعرفي ما هيك؟ يعني كنتي بتعرفي وما خبرتيني. خدي ما عاد بدي شي يسلمه. شبك لك ما صار لي كم يوم بعرف بالقصة. بعدين هيك شي مو لازم انا اللي خبرك يا لازم هو اللي يجي ويخبرك. انا شو دخلني لحتى تعصبي علي؟ المفروض تعصبي عليه هو وتتركيه لإله. بدك يعني اتركه؟ شو ما بتعرفي انا مو بس بحبه انا بعشقه. ايه يعني بس شو بس لميس
ولا القلب بينسى هيك بسهولة. حتى لو راح لعند هديك المرة وما عاد رجع، أنا ما بقدر إنه أنسى كل شي صار بيناتنا وطالعه من قلبي. أكيد فيكي تنسيه بعد هالكذبة هاي. لم يسمو هيك الموضوع، لأنك ما حبيتي ما رح تفهميني. ليكي 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 شو رح يعمل هلأ؟ شوفي 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 هلأ كيف رح يأكل الغزال. ليكي هوب، شفتي كيف أكله؟ لأنه صغير طبعا، هي قوانين الغابة. ليش لساتكن فايقين لهلأ؟ لميس وينها؟ جوا بالغرفة، لأنه تولاي إجت لعنا وهي عم تبكي كتير. لا تنزعلنا مزاجنا هلأ، مو شايفنا عم نتفرج على فيلم وثائقي مبسوطين فيه؟ يلا عنه. ليلاس لا تطلعي هيك، يلا قومي يلا، خدي عصمت معك. تصبح على خير بابا. وانتي من خدي عصمت معي. تصبح على خير عصمت. يا الله يا الله، بعد من قدام التلفزيون. أحمد، ممكن نحكي شوي مع بعض؟ لا مو ممكن. أخي ما بيصير تحكم على الأمور هيك قبل ما تعرف. ما بدي أعرف شي. أحمد نحن المفروض أنه نحكي. ليش حتى تحكي معي؟ روح وحكي مع عاصم وتفاهم معه، ماشي؟ عن جد؟ وأنا برأيك شو بدي أقول له لعاصم؟ تقدر تقول له تضرب أنت ومصاريك مثلا، أو فيك تقول له واحد مثلك الحرامي، بس أنت ما كنت عم بتقول له غير شكرا. الشي اللي عمله فيك بسيط؟ أكيد مانه بسيط، بس مين بده يلاقي لي شغل بس أترك؟ على أساس أنك بقيان هنيك مشان الشغل. خليك بقصص عشقك. أحمد اسكت. ولا شو لأسكت؟ فيكو طلع لبرا، تركنا لحالنا. يا أخي عاصم عم يضرب إسراء. كيف؟ إيه كل يوم بتجي على المحل وإيديها مورمين. يعني بدك يعني اتركها؟ وإذا بقيت بيناتهم ما رح تقدر تحل شي. بالنهاية أنت مو عايش معهم، ولا عم تفكر تسكن معهم كمان؟ على الأقل ما بيضربها لما أكون أنا موجود. ما بده يعني أعرف، وأنا ما بقدر أتركها وأمشي، لأنه إذا أنا بترك إسراء هلأ رح يصير يضربها ضعفين. إسراء ضعيفة وأنا ما بقدر أتركها. حكمات، الموضوع نهايته وخيمة، لهيك انتبه. مظبوط. لميس. ايه لميس، وين فردة جراباتي؟ ليش عم تعلي صوتك؟ ما بتعرف انه تولاي نايمة عنا؟ وشو بيعرفني بعدين وين جراباتك؟ روح دور عليهم. فتحت امك يا روحي، يلا خود هاللقمة مني. يلا كول كول كول. بابا شو عم تساوي؟ لساته صغير وهي كبيرة على تمه. كلية أنت حاجة، رح صدق أنك صرت أبحنه. خلاص لميس خدي منه، يعني بيضل أبونا. ما بتعرفي بجوز عن جد تغير وصار حنون. شو يعني بلشت هلأ تسمعني حكي؟ ابني أنا تغيرت، وبصراحة ما بعرف كم يوم باقي لي بهاي الدنيا. ليش هيك عم تعملوا معي؟ يعني رح تتركنا وتروح؟ أنا رايح غسل إيدي. ما رح يبعد كتير. خلص شوفوا يا جماعة، أنا برأيي لميس هات لنسو. ليكي أنا لبست هدول الجرابات، شوفي. أي منيح. ليكي بتوقع أنه أبونا عليه دين كبير ولهيك إجا، يعني مشان يتخبى عنا هون. احتمال. أخي ليش هيك عم تحكي عنه؟ بلكي هو شقلنا فعلا. كتير والله. ليلاس، تتذكر يلي كان عنده محل الحيوانات الأليفة وسكر الصيف الماضي؟ وقتها هداكن زلحفة. ايه العم جورج. ايه وقتها أخدتوها أنت وفكرته وحطيتوها بجرة واعتنيتوا فيها، عبيتوا الجرة مي وضليتوا عم تطلوا عليها وتطعموها وتهتموا فيها على طول. بس بعدين
لما مليتوا منها ما عاد سألتوا عنها، ولما جيتوا تورجوها لرفقاتكم فتحتوا الجرة لتشوفوا الزلحفة، وقتها لقيتوها لهالزلحفة الحلوة ميتة. لا هو ميتة. ايه ميتة. ايه ميتة. شو في داعي لهالحكي الفاضي هلا قدام الأولاد؟ لأنه الحياة فيها شغلات بتوجع كتير، خليهم يعرفوا. يعني هلا أنتوا عم تلعبوا دور الزلحفة وبابا أنتوا. ماشي؟ اسكت هلا وروح على مدرستك يلا. ايه حاضر. تحرك. أحمد هلا عن جد؟ فيني أعرف هلا أنت من وين جبت قصة هاي الزلحفة؟ هيك والله أبوك ذكرني فيها. إيه معك حق. صباح الخير لميس. صباح النور مرتضى. أنا معلش أني شفته لاي، إذا كان في مجال ما فيك يعني. تشوفه لميس، أنا لازم أحكي معه ضروري. روح من هون مرتضى، البنت أعصابها تعبانة ومنهارة وطول الليل عم تبكي وما عم تعرف تنام، أساساً لساتها نايمة وما بدها تشوفك، عم خبرك من هلأ. ما فينا نحكي بالبيت، أمي جاية بعد شوي. تمام، إذا بدك منروح على شي محل. رح جيب شنطايتي لنروح. ماشي أنا رح استناكي. لا أنتوا أكيد مجانين. إيه. مرحبا. أبدل كيفك؟ منيح منيح أخي. مبروك، قال رح تتزوجوا. إيه إيه إن شاء الله. ممتاز. مرحبا. نمشي؟ لميس شكرا على كل شيء. باي. شو بون هدول؟ هلا مو وقته. صحيح انت ليش اجيت؟ اه مشان وصلك على الشغل. مثل ما بتعرفي ما عندي شغل هلا، ولهيك معي كتير وقت. بدك تحطني تحت الامر الواقع؟ ليش ما خبرتني من قبل؟ ليش لحتى خبرك قبل؟ توقعت انك تنبسطي. طيب روح استناني بعيد هلا بجي. تمام ناطرك. اي جيت الأنسة. صباح الخير يا أولاد. صباح الخير. ارتاحوا بأماكنكم، طلعوا دفاتركم مشان نحل الوظيفة كلياتنا سوا. حاضر. هاي إلي بس فكرات. لك عم قلك خلص بقى عطيني الألوان اللي معك. لا ما في تاخدهم، هدول جاب لي إياهن عمي من ألمانيا. فكرات شوفي انتي وياه شو اللي عم بيصير هنيك. اخذ لي الواني بالغصب يا انسه. انا كمان اخذ لي برايتي يا انسه. انسه وانا كمان اخذ لي قلمي. وانا كمان يا انسه حصلنا عند الباب واخذ لي مسطرتي. فكره تفتح شنطايتك. افتح شنطايتك. اطلع لبرا، اطلع لبرا. ما بدي اسمع ولا صوت، انا شوي وبرجع. فكرة لوين رايح؟ لعند المدير. تعال لهم. اذا رحت على غرفة المدير مرة تانية رح يقلعوك من المدرسة، بتعرف هالشي مو؟ فكرة انا رح اعطيك فرصة اخيرة اليوم، عم تسمع؟ شوف حبيبي في اجتماع اولياء امور الاسبوع الجاي، قول لأبوك ضروري كتير يحضر الاجتماع، المفروض نقعد معه لحتى نعرف شو بدنا نتصرف، ما رح نتركك تضيع ونحن قاعدين عم نتفرج. عم تسمع شو؟ أبوك لازم يجي ويحضر الاجتماع حبيبي. تمام فكرك؟ نحن منحبك كتير وما بدنا نخسرك. وهلأ خليك واقف شوي هون وبعد 10 دقايق ارجع فوت على الصف. ماشي؟ حلوة كتير، صورة بجزدانك كل الوقت وأنا مو منتبهة. لا أنا جبتها لورجيك إياها. آه صورة كانت بالبيت وعم تضحك علي. تولاي أنا ما عملت أي شي عن قصد، أنا حبيتك من أول يوم وغرقت بهالحب، ما قدرت خبرك لأني خفت كتير إنك تتركيني، وكل ما مرق وقت كل ما زاد خوفي أكتر ولهيك ما قدرت خبرك. ليش ما طلقت لك؟
أنا كيف بدي طلقها؟ صار لي 5 سنين ما شفتها. يعني من لما انتقلت على الحارة وفتحت القهوة انقطعت كل أخبارها. يمكن تكون سافرت لبرا البلد. تو لا يصدقيني أنا من يوم ما تركتها ما عاد شفتها أبدا، وما عاد سمعت أي شي عنها بنوم. تولاي بحبك كتير، ولأني بحبك خبيت عليك. ايه؟ شو طالع بإيدي ساوي ليلي؟ والله أنا بحبك. خلص سامحيني وانسي كل شي بقى. وأمي شو رح نقلها طيب؟ ايه والله مرتضى طلع بالآخر متزوج. يا الله والله زلت عليها. وتولاي غريبة كتير، كيف قبلت تطلع تحكي معه؟ بدك الصراحة لو كنت أنا مكانها. ايه شو كنت عملتي؟ حتى وشه ما بقبل اتطلع فيه، لأنه الكذب بشع. وانت بتكرهيه كتير، هالشي بعرفه منيح. أيوة أيوة أيوة، طلع اللي خايف تخسره هي لميس بنت فكري السكرجي. ايه شو عليه؟ ليش لا يا بدر أفندي؟ ممتاز. شو عملتوا؟ طلع عادي، عطتنا وظائف كتيرة. أو نحنا كمان نلعب طابة ولا رايح على السوبر ماركت؟ مو جاي عبالي حلا تصفل، أنا رح حلا. لا تحليه، شو بدك بهالأسي يا أولاد؟ لوين رايحين؟ روحوا، أنا بدي أشوف مهجة وبرجع بجي. أنا رايح على السوبر ماركت. ايه سلام. كودر كودر مشان تلحق. وهذا بابا؟ بابا؟ شو ها؟ شو هالحدث التاريخي المهم؟ بصراحة هي أول مرة بشوفه لبابا واقف على باب المدرسة. وأنا كمان. وأنا كمان والله. ليش أنت قديش عمرها؟ أحمد، حكمة، كيفكن يا أولادي؟ أنت شو اللي جابك على المدرسة؟ ولا شيء، بس جيت أخذكم. بالله جيت تأخذنا؟ قديشك حنون وطيب يا بابا الغالي. يلا لكان بشوفك. كيف كانوا أولادي الحلوين؟ يلا تعوا حبيباتي، قلوا لي كيف كانت المدرسة اليوم؟ تمام؟ شبكم؟ بابا حبيبي يا روح، تسلمي لي يا بنتي الحلوة. دخيله أنا. شو ما عملت ما رح سدلك. شو؟ كيف كانت المدرسة؟ شو بدك تكتب الوظيفة؟ من اليوم رح أصير شاطر وتكتبها. أنت بطل ابني. أنا بطل. بابا بلا ما نروح هلا على البيت.